زيارتنا كانت وفق اعداد يعني بدايه عمل الحكومه. كان مراسلات بيننا وبين الحكومه الالمانيه على سميناها خطه عمل مشترك ومسوده، وكان فريق المستشارين اعدت وثبتت المشاريع، ومن ثم جاءت الزياره. وبعد الزياره بشهر بدأنا بتوقيع العقود لأول مرة، نوقع عقود صيانة لمدة 5 سنوات. هذه خفضت لنا الكلف 30% في محطات السيمنز اللي تمثل 45% من مجمل محطات الكهرباء. احنا كل محطات الكهرباء اللي عندنا تقريبا 45% سيمنز، 50% جي، والباقي متنوعة. فاحنا اتبعنا في قضية الصيانة، وهذا جزء من ترشيد ووقف الفساد والهدف في هذا الموضوع، انه نروح للشركات المصنعة ونعطيها نتعاقد معها لمدة عقود طويلة لمدة 5 سنوات. فهذا جانب. الطاقة انا ركزت عليها في كل عملي، يعني شوف خلال 5 اشهر اتفاقية توتال موقعة من الحكومة السابقة دخلت في نقاشات كثيرة على مستوى ديوان الرقابة المالية، تحفظات جوهرية على مستوى الوزارة النفط الحالية، ومع وتفاوض أيضا مع توتال. بعد ما أنهينا هذه الملاحظات وقعنا الاتفاق، وهذه الاتفاقية راح توفر لنا خلال 3 إلى 5 سنة بحدود 600 مقمق. هذا واحد. اثنين، في الطاقة، وبالتحديد أتكلم في الغاز المصاحب الذي يحرق، اللي آثاره أنت قاعد تحرق فلوس يوميا نحرق 1200 مقمق، ونستورد يوميا من إيران 1000 مقمق، واللي هو يكلفنا مو أقل من 4 مليار دولار بالسنة. فإذا 600 من خلال توتال خلال 3 إلى 5 سنة. اثنين، خطة شركة غاز البصرة مع شول خلال هذا العام، خلال سنة راح توفر لنا 400 مقمق. يعني احنا من 1 إلى 3 راح ننهي عملية استيراد الغاز.